رفعت وزارة الرياضة الطاقة الاستيعابية لحضور الجماهير المنافسات الرياضية خلال الموسم الرياضي الحالي بنسبة تزيد على 60% من سعر المدرجات بدلا من 40%. وأجرت الوزارة عددا من التحديثات والتعديلات على التعليمات الخاصة بآلية الحضور الجماهير للملاعب، حيث سيكون حضور المنافسات الرياضية المختلفة مقتصرة فقط على الجماهير الرياضية فوق 12 عام والذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقا لما يظهره في حالة المشجع في تطبيق توكلنا. يذكر بأن المباريات الدوري السعودي انطلقت الأربعاء الماضي في جولتي الأولى والتي تختتم اليوم بلقاء الاتفاق مع الباطن والهلال مع الصاعد الطائي. للحديث حول هذا الموضوع بشكل أوسع ينضم معي هاتفيا عمار العمار مدير عام التشغيل بوزارة الرياضة. أستاذ عمار مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. بداية، ما هي أهم التحديثات والتعديلات على البروتوكولات الخاصة بآلية الحضور الجماهيري للملاعب؟ بخير سيد فيصل، الله يحييك. طبعا طال عمرك أفضل آخر التحديثات طال عمرك اللي صدرت أن نسبة العدد الحضور لا يتعدى 60%، وأن جميع من يحضر من الجمهور أن يكون محصن بجرعتين، ويمنع من دخول المنشآت الرياضية من تقل أعمارهم عن 12 سنة. أما بالنسبة للعاملين والموظفين فيسمح بدخول من يكون محصن بجرعة واحدة أو محصن متعافي. نعم، هذا بالنسبة للي يعملون هناك. نعم طال عمرك. أما بالنسبة للجماهير لازم يكون محصن بجرعتين ولا يقل عمره عن 12 سنة طال عمرك. طيب، نتكلم أيضا عن نسبة الحضور 60% كامل الملعب، صاحب الأرض من 60% هذه كم له من نسبته؟ يعني هو 70% بس الشرطات الوقاية أن يجب أن يكون التباعد كرسي وكرسي بين كل واحد من الجماهير، والعوائل يسمح لهم بالجلوس جنب بعض شرط أن يكون فاصل كرسي واحد بين العائلة والأخرى، وبكذا يعني ما راح نوصل تقريبا 60%، فتقريبا حتكون نسبة الحضور الملاعب تقريبا 50% طال عمرك. طيب، أيضا نسبة النساء في هذا، هل لهم نسبة معينة من الحضور؟ لا، هو مخصص العوائل في قسمهم مخصص، كل ملعب يختلف عن الآخر ومسموح بحضورهم في قسم العوائل. جميل. نتكلم أيضا على تيفو، هل هو مسموح أيضا في ظل هذه الإجراءات الاحترازية؟ فيه اشتراطات من وقاية أنها تمنع أي شيء يخل بالتباعد أو إجراءات احترازية، فهذه الآن حاليا ممنوعة من الأخوان في وقاية، وفي حال السماح فيها سوف يتم تعميمها على الأندية وروابط الأندية لتطبيقها. إذن التيفو ممنوع حاليا حتى يأتي السمح فيه؟ نعم طال عمرك، حتى يتم السمح فيه من وقاية. الآن بعض الملاعب سيد عمار نراها 100%، هل في إمكانية أن تعود الملاعب إلى الجماهير بمئة بالمئة؟ طبعا هذا خاص باللجان الاحترازية، وفي حال السماح لهم لنا بتطبيقه راح نطبقه، أما الآن لا، ما نقدر نتجاوز أكثر من 60%. نعم، الأستاذ عمار العمار مدير عام تشغيل بوزارة الرياضة، شكرا جزيلا لك.